الشير. صالح كرة أمامية لبريستاك انفرادية أمام المرمى، في المرمى، هدف أول، هدف أول في الدقيقة 11. البرنس تاغو يعوض فرصتين في شوط المباراة الأول بهدف في مرمى الهلال في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الثاني. التمريرة تأتي من صالح بشير، صلاح الدين عقال أيضا كان نفسه مع الكرة، والثلاثي الخطير يسجل أخيرا. البرنس تاغو بكرة انفرادية خلف المدافعين، خلف ماجد المرشدي، مع تواجد أيضا من تفاريز، هدف أول للاتفاق يأتي في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الثاني. كرات ملعوبة كانت ممررة، نتابعها مرة أخرى. صالح بشير حلوة خلف المدافعين.